كلنا استغربنا طبعا ان هو اتجوز 33 مرة وشغال محلل وكده. هو متجوز اصلا؟ ايه هو متجوز اه في الشارع هنا يعني، ومعاه ولد وبنتين. ولد وبنتين تمام. في شارع؟ في الشارع هنا عندنا جنب الجامع هنا. جنب الجامع. تمام هو كده. عايش في البيت مع مين؟ ايه؟ عايش في البيت مع مين؟ مع اخته تقريبا ومراته. امه موجودة؟ لا تعيش انت. لا ماتت. توفت؟ اه توفت انت؟ لا دي بقالها كتير يعني، كنت لسه صغير. طيب انتوا اتعاملتوا معاه كلام اجتماعي؟ لا لا هو على طول في حاله واحنا في حالنا، بس حاجة يعني ايه ان هو بيمشي في حاله. بيمشي في اه ما بيحتكش بحد كده يعني، حد ما بيتعامل معاه خالص. لا نهائي. انت ايه رد فعلك لما شفت الفيديو او شفت؟ استغربنا طبعا، اتفاجئنا عملت ايه لما شفت؟ يعني. كنت قاعد مع اصحابي وايه ده يعني، ده شغال محلل ازاي؟ احنا اول مره نعرف ده، احنا قاعدين معاه في شارع واحد بقالنا سنين السنين، ما نعرفش ان هو اللي شغال محلل كل ده وكده يعني. كان واقف قدام البيت بس ما حدش اتكلم معاه بعد يعني في التصوير حاجه بعد التصوير بس. ما بيتعاملش مع حد يعني؟ لا ما بيتعاملش مع حد في حاله، هو بيمشي على المسجد اللي هو تصويره. جنب اللي هو في بيته ده بيصلي فيه؟ لا لا ما مش بيصلي بصراحه يعني. خالص. لا نهائي. ما ينفعش.